السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتي لوكروشي. في هذا الفيديو إن شاء الله سأشرح طريقة عمل هذا الحذاء الصغير أو اللكلوك، وهو لحديث الولادة، لكن سأذكر في الفيديو كيف تشتغلينه لأي مقاس تريدينه. بالنسبة لهذا الحذاء كما تلاحظون اشتغلته من قطعة واحدة وبغرزة مميزة، يعني من الغرز الشتوية لأنها متماسكة كما تلاحظون. اشتغلت هذا الحذاء بهذا النوع من الخيط، يعني دائما أذكر اسمه في القناة، بإبرة كروشي رقم 5. بالنسبة للخيوط لك الاختيار، ولكن من الأفضل أن يكون ذا نوعية جيدة لأننا نشتغل قطعة للأطفال. بالنسبة للأدوات المستعملة أو التي سأحتاج إلى مقص، إبرة تنظيف، ورود للتزيين، و شريط للقياس. سأنتقل الآن إلى الشرح. سأبدأ في اشتغال عقدة البداية، ثم سأشتغل عدد من السلاسل يكون من مضاعفات رقم 2، وطول هذه السلاسل يعتمد على طول القدم. تأخذين شريط القياس إذا كان الطفل متواجد أمامك، تضعينه في هذه الجهة، منتصف هذه الجهة، وتسحبين إلى غاية الأصبع الكبير وتأخذين المقاس. أما إذا لم يكن الطفل متواجد أمامك فسأترك لك جدول المقاسات خلال الفيديو. سأشتغل قلت عدد من السلاسل من مضاعفات رقم 2، 1 2 1 2. سأستمر في اشتغال قلت عدد من السلاسل ثم أعود. شغلت 16 سلسلة. سأقيس هذه السلاسل، يعني أنا أشتغل حذاء لحديث الولادة، وطول القدم لدى حديث الولادة هو 10.5 تقريبا. اشتغلت سلاسل بهذا المقاس، يعني بالنسبة كيف تقيسين السلاسل، يعني لا تشديها هكذا ولا تتركينها هكذا على راحتها. سأشتغل، سأضيف 3 سلاسل، 1 2 3، ثم أترك هذه السلسلة الأولى، وفي السلسلة الثانية سأدخل الإبرة، أسحب الخيط، تكون لدي حلقتين فوق الإبرة، ثم أنتقل إلى السلسلة التي بعدها، ونفس الشيء، أدخل الإبرة، أسحب الخيط، تكون لدي 3 حلقات، ثم أترك هذه السلسلة التي بعدها، وأنتقل إلى السلسلة الموالية، وأشتغل نفس الشيء، تكون لدي 4 حلقات فوق الإبرة. ألف الخيط وأسحب من الأربع حلقات، ثم أشتغل سلسلة، وفي هذا المكان هذا سأدخل الإبرة وأسحب الخيط المرة الأولى، تتكون لدي حلقتين فوق الإبرة، ثم أنتقل إلى هذا المكان، أدخل الإبرة، أسحب الخيط، أحصل على 3 حلقات فوق الإبرة، ثم أترك هذه السلسلة وأشتغل في السلسلة التي بعدها نفس الشيء. أدخل الإبرة، أسحب الخيط، تكون لدي 4 حلقات فوق الإبرة، ألف الخيط وأسحب من الأربع حلقات، ثم أشتغل سلسلة في هذا المكان، سأدخل الإبرة وألف الخيط وأسحب، أحصل على حلقتين فوق الإبرة، ثم أنتقل إلى هذا المكان وأدخل الإبرة، أشتغل نفس الشيء، أحصل على 3 حلقات، ثم أترك سلسلة، وفي السلسلة التي بعدها سأدخل الإبرة هكذا، أسحب الخيط وأشتغل نفس الشيء، يعني تكون لدي 4 حلقات فوق الإبرة، ألف الخيط وأسحبه من الأربع حلقات، وهكذا أستمر نفس طريقة الاشتغال حتى أصل إلى نهاية السطر.
وصلت إلى نهاية السطر، تبقت لدي غرزة لأشتغلها. سأشتغل سلسلة، سأكرر الشيء يعني في هذا المكان. سأشتغل، تكون لدي حلقتين فوق الإبرة، سأدخل الإبرة في هذا المكان وأشتغل كذلك، ثم أترك سلسلة وسأشتغل في السلسلة الأخيرة. تكون لدي 4 حلقات، أسحب الإبرة من ال4 حلقات، ثم أشتغل سلسلة، ثم سلسلة ثانية وسلسلة ثالثة، يعني سأشتغل 3 سلاسل، ثم سأترك هذه السلسلة الثالثة، سنشتغل في السلسلة الثانية، سأشتغل هكذا، ثم أنتقل إلى السلسلة التي بعدها وأشتغل نفس الشيء. تكون لدي 3 حلقات فوق الإبرة. الآن سأترك هذا اللفي الخاص بهذه الغرزة الأخيرة وأشتغل في اللفي هذا الثاني. لاحظوا، سأترك هذا اللفي وأشتغل في اللفي الثاني. تكون لدي 4 حلقات، ألف وأسحب من ال4 حلقات سلسلة، ثم لاحظوا سأشتغل الآن في هذا المكان. سأترك الفي الموالي، أشتغل في الفي الذي يقع بعده هكذا. ثم أكرر نفس الشيء الذي فعلته قبل قليل. أترك هذا المكان وأشتغل في المكان الذي بعده. سأستمر على نفس الشكل حتى أصل إلى نهاية السطر. وصلت إلى نهاية السطر الثاني، شغلت سلسلة، بعد أن شغلت آخر غرزة سأدخل الإبرة في هذا المكان، ثم في هذا المكان كذلك، ثم في الفي الأخير، يعني تبقى لدي هذا الفي الأخير سأشتغل فيه هكذا، ثم سلسلة، سلسلة ثانية وسلسلة ثالثة، وأكرر ما فعلته في السطر الثاني. أترك هذا الفي وأشتغل في الفي الثاني. سأستمر على نفس الشكل حتى نهاية الدور، وكذلك حتى أحصل على المقاس الذي أريده. بالنسبة للمقاس الثاني الذي سنحتاج إليه هو محيط القدم، يعني إذا كان الطفل متواجد أمامك فتأخذين شريط القياس وتأخذين محيط القدم، يعني تلفيه بهذا الشكل هكذا، تلفين شريط القياس وتأخذين يعني محيط القدم. بالنسبة لمحيط القدم لدى حديث الولادة فهو 11 سنتيمتر. سأصل إلى هذا الطول ثم أعود. وصلت إلى نهاية الأدوار، يعني حتى حصلت على الطول الذي أريده أشتغل سلسلة وأنهي العمل. بالنسبة لطريقة الخياطة فهي سهلة كذلك، ستأخذين إبرة تنظيف، تضعين خيط هكذا، نبدأ في الخياطة بعد يعني من هذه الجهة. سأدخل الإبرة هكذا، ثم أبدأ في عمل مثل زيكزاك بهذا الشكل. نأخذ فقط هذا الضلع،
ثم اسحب على هذا الشكل، لاحظوا اسحب ثم اثبت الابرة، اثبت الخيط في الابرة هكذا، ثم سأبدأ في خياطة من هذه الجهة حتى أصل إلى تقريبا منتصف القطعة. لاحظوا سأدخل الإبرة هكذا، تقريبا وصلت الى منتصف، سأثبت الخيط هكذا، لاحظوا يعني هاد الجهة هي التي ستكون واجهة الحذاء، سأخفي الخيط هنا هكذا. سأعود لهذه الجهة وأخفي هذا، الآن سأخيط هذه الجهة. يعني سأقف عند هذا الحد لأنني لن أكمل الخياطة حتى لا يأتي شكل الحذاء هكذا، يعني بزاوية، يعني فهو يأتي على هذا الشكل، يعني يأتي غير واضح في هذا الجهة، ويأتي كذلك مريح في اللبس. سأقوم بعمل مثل زيكزاك هكذا، من الأفضل أن تتركي هذا الخيط يعني طويل نوعا ما حتى تشتغلين على راحتك. لاحظي لا سأسحب، فالجهات تأتي غير يعني سأخفي الخيط هكذا. تحصلين على هذا الشكل. بالنسبة للتزيين فلك الاختيار.